السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله نتفرج مع بعض على شارع محمد نجيب. كده أنا على كوبري محمد نجيب. كوبري محمد نجيب طبعا هو رايح جاي، يعني مفيش فردة معينة رايحة وفردة جاية، لا هو الكوبري ثلاث اتجاهات، الثلاث اتجاهات رايح جاي. طبعا اللي على يمنا دي شركة المية، والاوتوبيسات الزرقاء دي موقف جديد للميني باص اللي هو بيروح القلعة، السيدة عيشة كده يعني. ده كده شارع محمد نجيب. في البدايه في الشارع ده كان فيه ترعه كان اسمها الرشاح. كان هنا بقى كان فيه معديه على يدك الشمال كده، مكان العربيات اللي كانت راكنه ديت، كان اسمها كوبري الانابيب. يعني الحته اللي انا فيها دلوقتي دي اسمها كوبري الانابيب، بس الكلام ده كان ايام ما كان فيه كوبري. يعني الحفر هنا ايه، خلي بالك وانت ماشي. احنا دلوقتي عند الكنيسة اللي هي في شارع محمد نجيب ومستشفى الكرمة التخصصي. كده احنا عند الكنيسة والمستشفى بالظبط.
شارع محمد نجيب، متفرع منه عبد الله الرفاعي، تطلع من عبد الله الرفاعي على شارع الأربعين الخمسين، يعني تطلع منه تطلع على كذا حته يعني، والمفارق المحطه اللي جايه اسمها محطه الشجره، لا مش الشجره، الشجره اعتقد محطة الشجرة. كمان هنا جنب مدارس نور الضياء الخاصة هتلاقي فيه بتوع الغاز، يعني لو حضرتك عايز تقدم على غاز سواء قسط او كاش بتيجي تقدم هنا الاول. يلا ايه يعني على قد ما بقدر اعرف الحاجة وايه واقولك عليها. ما تبخلش علينا بقى باللايك والشير والسبسكرايب لو سمحت. الدخله اللي جايه دي بقى هي الدخله بتاعت عبد الله الرفاعي، تطلع على عبد الله الرفاعي، تطلع على المفارق. المفارق برضو كنت ممكن تطلع لها من ورا، يعني كنت ممكن تخش الشارع اللي قبل ده تطلع على المفارق على طول. هتلاقي دخله شارع كده وعليها بورد كهربا، يعني في نص الشارع كده بورد كهربا. شفت الميه دي كلها؟ ما ينفعش نعدي فيها طبعا، ما ينفعش، لسه جاسر العجل، ما ينفعش. انا هين علي انزل اشيل العربيه، بس هنعمل ايه؟ اي يا رب خد الحفر والبلعات يا رب. ايوه وبعدين انا مش شايف حد قدامه يعني، عشان طول ما هو ماشي تتر متتر 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 متتر، محدش ماشي قدامه يعني. بص لي هنا يا باشا. طبعا احنا كده ماشيين ايه عكس، يعني احنا ماشيين معاهم على الفرده بتاعتهم، يعني مش بتاعتهم قوي يعني، هم ساعات بيمشوا على الفرده بتاعتنا احنا كمان. طبعا كل ده شارع محمد نجيب. طبعا المنطقه دي ما كانش يتسكن فيها في البدايه بسبب الرشاح والناموس والدبان والكلام الجميل ده كله، جميع انواع الحشرات كنت تلاقيها هنا، مش هنا بس، في اي حته فيها رشاح. بس طبعا دلوقتي الدنيا اتغيرت زي ما احنا شايفين، في مواسير اهي للمجاري والصرف والكلام ده يعني. كمان في عندك هنا قاعه الهيلتون للحفلات، هي مش هيلتون قوي يعني بس حلوه يعني، هيلتون برضه كده. احنا قربنا لاخر الشارع محمد نجيب. طبعا اخر الشارع دوت، اخر الشارع محمد نجيب ده كده زي ما انا ماشي، اخره يمين بقى يعني ايه حته تانيه خالص، ما انصحكش تخش فيها يعني، بس يعني انصحك تخش شمال. شمال ده هتطلع دائري موقف عاشر جسر السويس، او دائري او تجمع او سلام او ايا كان المنطقه انت رايحها يعني. دي برضو ده رشاح هو لسه ما اتردمش اللي على يميننا دلوقتي. اخر شارع محمد نجيب يا بياخدك يمين يا شمال، يمين تخش على الحته اللي انا مش عايزك تخشها دي، وشمال يطلعك على الدائري. يعني انا كده طالع على الدائري. بص انا مش حرمك من حاجه اهو، يعني دخلنا شارع محمد نجيب خلصناه ودخلنا شمال وافرجك، اديني بفرجك اهو. عايزك بقى تقول لي ايه رايك في كومنت لذيذ جميل كده مع اللايك والشير والسبسكرايب يا جماعه، الواحد بيتعب، ما ينفعش كده.
الشمالي ده الرشاح، ده لسه دوره ما جاش. طبعا الطلعه برضو عشان يعني هي رايحه جايه، خد وهات، هي دي المفروض طالعه مش نازله، بس هي مستخدمه حاليا نازله، واحنا عادي يعني احنا بتوع بعض يعني، يعني النهارده عندي بكره عندك، النهارده انت نازل في الطلعه بتاعتي بكره انا هنزل في النازله بتاعتك، هطلع من الطلعه النازله بتاعتك. تكون انتهت حلقة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من تعالى اشرب شاي. سلام عليكم.